الأمير، فقط هناك تكريم من إدارة نادي التعاون لهذا الجهد وما ذكرته من القناة الرياضية السعودية، يقدم لسمو الأمير تركي بن سلطان المشرف العام، يستلمه زميلنا الأستاذ عادل عصام الدين. تحياتنا سمو معالي الوزير وسمو نائبه، جميع الزملاء في وزارة الإعلام وفي أيضا القناة الرياضية، وهي قناة ممتعة وقناة مفيدة جدا، وقناة أصبحت أخذت موقعها وفرضت نفسها بشكل جيد بين القنوات الرياضية. نتشرف بدعمكم طول العمر، وإن شاء الله نبارك لكم في السنوات القادمة إن شاء الله بمزيد من النجاحات إن شاء الله. أما أنت فأرجو أن لا تختفي عن شاشة التلفزيون، يجب أن تظل دائما عند القناة الرياضية السعودية. أنا أهنيكم أن يكون معكم، وأهني على الدور الذي يقوم به والجهد والعطاء الجيد الممتاز. ذاك الموسم معنا طال عمرك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. درع سمو الأمير الأستاذ عادل، درع شخصي ما يقدمه أيضا الأستاذ عادل يستاهل، على جيد ويا طول عمر جانا، نرجو أن يكون دائما معنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا.